السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نوزن شغلنا بكذا برنامج. يلا نبدأ. أول حاجة هنبدأ ببرنامج الراين، من أقدم إصدار لأحدث إصدار. هفتح الموديل اللي هنوزنه مع بعض إن شاء الله. أول حاجة هنشيل الستون، مش هحتاجها في حاجة في الوزن، لأن أنا عايزة أعرف وزن الموديل بتاعي هياخد قد إيه من المعدن. بعدين هتأكد إن مفيش زيادات ممكن تزود الوزن زي سرافس فوق بعضها مثلا. تأكد ان الشكل بتاعنا نضيف تمام. اخر حاجة هتأكد ان مفيش نيكت ايدج. ليه بقى؟ لان وجودها هيخلي السرفس بتاعي مش مظبوط، فهتبقى قراية الوزن مش مظبوط، ده غير انها هتعمل مشاكل في الانتاج. طيب هعرف منين النيكت ايدج؟ هنيجي من هنا ونختار شو ايدجز، او من قائمة انالايز نختار ايديت تولز شو ايدجز. طيب الحمد لله الموديل بتاعي طلع مظبوط. هنوزن ازاي بقى؟ كل اللي هتحتاجه عشان توزن هي المعادلة دي، بتكون حاصل ضرب الحجم في الوزن النوعي. اول حاجة الحجم بتجيبه من هنا من قائمة analyze، بعدين mass properties، بعدين volume. ده كده حجم الموديل بتاعي لو هيتعمل شمع. بس واخدين بالكم من حاجة، هو طلعلي بالملي، فهحتاج احوله بالسنتي عشان تبقى المعادلة بتاعتي مظبوطة. من جوجل عادي هحوله من ملي متر مكعب لسنتي متر مكعب بالمنظر ده. كده الحجم بتاعي في حالة انه يكون شمع. طيب انا عايزة اخليه ذهب، اعمل ايه؟ ده هنعرفه من الوزن النوعي. من جوجل عادي هعمل سيرش، هيظهر لي الجدول ده. فمثلا انا عايزاه عيار 18، هاخد الرقم ده كوبي وهنضربهم في بعض. ده كده وزن الموديل بتاعي لما يتصب بدهب عيار 18، هيكون ان شاء الله 9.2 جرام. طبعا الوزن مش بيكون دقيق 100%، ودي هي اول طريقة معانا نقدر نستخدمها في كل اصدارات الراينو بتاعتنا. في طريقة خاصة بالراينو 6 بس، وهو بلوجن مجاني، هتلاقي اللينك موجود في الديسكريبشن، بتنزله عادي وتسطبه. وتفتح الراينو هتلاقيه بيسطب بالمنظر ده. كل اللي هحتاجه ان انا اعمل سيلكت، بعدين اختار عايزاه دهب عيار كام. انا هختار 18، وبعدين هندوس على علامة الميزان دي. ده كده وزن الموديل بتاعي. طبعا زي ما انتم شايفين في فرق بسيط. انا كنت مطلعة من المعادلة ان الموديل بتاعي يبقى وزنه 9.2، هنا 9.3. طبعا الوزن مش بيكون دقيق 100%، بتختلف في نوع السبيكة وجودة عمليات التصنيع. هنيجي بعد كده ندخل على برنامج الراينو جولد. انا بستخدم راينو جولد 6.6. هخفي الستون وهحط الماتيريال من هنا. كل اللي هحتاجه ان انا اعمل سيلكت للموديل واختار الخامة. وبعدين نوزن منين؟ هعمل سيلكت واجي من انالايز برضو واختار ميتلز. النسخ الاقدم من دي مجرد ما انت تختار انالايز ميتلز بيطلع لك على طول الوزن بتاعك بالجرام جنب الشكل بتاعك بالمنظر ده، لكن في النسخة دي هو هيجيب لي وزن كل قطعة في الشكل بتاعي. طيب انا عايزة وزن الموديل كله، عامل ايه؟ بعد ما بيحمل كده باجي من هنا واختار علامة الميزان دي وافتحها واعمل سيلكت. هيحمل معايا وهتظهر القايمة دي فيها وزن الموديل بتاعي في كل الخامات، وهتلاقي كمان في اربع قوائم. اول واحدة وزنه لو هيتصب بمعدن على طول وهيتم التشكيل فيه بالليزر. تاني واحدة لو هيتعمل دايركت كاست هيتصب بمعدن بعد الشمع على طول. تالت واحدة في حالة الصب واستخدام الكاوتش. اخر واحدة من اسمها هي الفينش النهائي بعد البرد والتلميع وكل الحاجات دي. طبعا انا مش بعتمد على قيمة واحدة من القيم دي، باخد متوسط ما بينهم، لان هي بتفرق طبعا في جودة الانتاج عندي هتبقى عاملة ازاي. وبعدين هنيجي لاخر برنامج معانا وهو الماتريك. هخفي الستون برضو وهعمل سلك، وهنيجي من هنا تولز ونختار ميتال ويت. هتظهر لي القايمة دي فيها كل الأوزان مع كذا خامة. لو القايمة ظهرت عندك فاضية بس هتدوس على علامة كولكتس اللي تحت دي، هتظهر لك كل القيم بتاعتك.
وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس امرا، اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وقول لنا رايك في التعليقات. هتلاقي في الديسكريبشن فورم قول لنا فيه نوعيه الفيديوهات اللي تحب ان هي تبقى موجوده الفتره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.